شاهين بس اجى وصف لنا انه صار عنده اول علاقه جنسيه بعمر 13 سنه، وصف افراط بالحركه الجنسيه بلشت معه من سن البلوغ والمراهقه، ووصفها كحاله هو ما قدر يقاومها، وكانت هو سماها مثل مختلفه، يعني قارن حاله هو منه مثله مثل كان رفقات يعني رفقاته يلي كانوا من عمره. السؤال اللي بنطرحه على نفسنا، شو صار معه؟ شو اللي عمل انه توني شاهين وصل على هاي النزعه الجنسيه؟ يعني شو صار معه بطفولته؟ شو عانى؟ كيف كانت بيئته؟ كيف كان جو بيته؟